عمر، سلاح معتمدية، ظروف الإتقان. بزرع صمت، سلاح قوات الدفاع الجوي النقلي، دورة الرسكالة. طالب ضابط عمل يا ولي يوسف، سلاح المشاهد العسكرية، دورة التخصص. إننا إذ ننوه بالجهود المبذولة على مستوى مؤسستنا التكوينية، فإن جميع الأعين تتجه تلقائيا إلى ثمرة هذه الجهود، ألا وهم المتخرجون. خاصة أن جهود المدرسة وأهدافها لن تكتمل أو تتحقق إلا بنجاحهم في حياتهم المهنية العملية العسكرية، نجاح يطبعه التفاني والإخلاص في العمل مع التحلي بالانضباط والأخلاق الحميدة، نجاح أن يكون في مستوى سمعة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي قاد ثورة نوفمبر الخالدة وانتصر فيها بعد أن قدم قوافل من الشهداء الأبرار الذين فدوا الجزائر بأرواحهم الطاهرة من أجل انتزاع سيادتها واستقلالها لتعيش سيدة قوية وشامخة.